اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين. خلينا نسالك اسئلتنا السريعه كابتن محمد يوسف. فرص منتخب مصر في التاهل للمونديال من مقارنه بالسنغال 50-50. نجم تتوقع انه يكون هو نجم مباراتنا مع السنغال؟ سيب دايما محمد صلاح. يعني غير محمد صلاح؟ غير محمد صلاح. انا اتوقع حارس المرمى الشناوي. حارس المرمى الشناوي او ابو جبل. او ابو جبل لو الشناوي ما لعبش يعني. لو الشناوي ما لعبش. اللاعب اللي كان مفاجاه لمحمد يوسف في مونديال الانديه من النادي الاهلي كان مونديال الانديه من النادي الاهلي محمد هاني. محمد هاني. ايه اللي ينقص الاهلي للفوز بكاس العالم للانديه؟ هذا ما كان ينقص الاهلي للفوز او على الاقل الوصول لكاس العالم للانديه. الاعداد الجيد، يعني الاعداد الجيد، الترتيبات تبقى قبل البطوله بشكل مميز. صحيح. والطموح والثقه في النفس ان انت تقدر تضرب بطل اوروبا، لان هي البطوله بياخدها يعني مستحوذ عليها بطل اوروبا. بدايه موسيماني هي الافضل لاي مدير فني في تاريخ النادي الاهلي مع الاهلي. بدايته طبعا مميزه، انه في 15 شهر تقريبا يعني ما كملش سنه ونص مع الاهلي وواخد 6 بطولات يعتبر، او 6 انجازات كويسه يعني. الزمالك يحتفظ ببطوله الدوري ام يستعيد اللقب النادي الاهلي ام يفجر بيراميدز المفاجاه ويفوز باللقب هذا الموسم؟ لا اعتقد بيراميدز مش هيقدر في وسط الاهلي والزمالك، مش هيقدر. بس الاهلي بعد خسارته البطوله اللي فاتت، لا عينه من اول الدوري ماشي، يمكن التعادل الاخير غير كده ماشي عينه على اللقب. يعني يبقى سؤال الناس كلها بتساله، اين كابتن محمد يوسف من التدريب حتى هذه اللحظه؟ ومعلومات انك رفضت اكتر من عرض خارج مصر. موجود. انا كابتن رفضت فعلا اكتر من عرض شايفهم مش مناسبين من عدة جوانب، يعني من عدة نقاط. وبرضو في مصر برضو جالي اكتر من عرض، بس برضو مش احسن حاجة. في حاجة بتجيلي ممتاز بيه، بس برضو مش حابب يعني دلوقتي، ومستني ان شاء الله اكيد الخير جاي. يعني الاوقات لما بتبعد بتاخد تستغل الوقت ده في شغل انت بترتبه، بتذاكر، بتشوف تطور في الفكره بتاعتك، بتطور في شغلك، بتشوف ايه النواقص اللي حاصله قبل كده، وان شاء الله ربنا ييسر اموره وتيجي حاجه كويسه يعني. كابتن يوسف نورتني وشرفتني حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا، كل التمنيات بالتوفيق. تسلم يا كابتن، ربنا.